أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في. في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أحد أقدم الأحياء الشعبية المعروفة كازا، هو حي تيبر. أجواء ليلية غريبة في هذا الحي اللي هو تعتبر من أكبر الأحياء الشعبية. إذا أجل نشوفوا أشنو واقع داخل هذا الحي. تخشوا معنا بطبيعة شفت أجواء غريبة داخل أحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء اللي هو حي تيبغلف. هذا الحي هذا اللي تطرحوا عليه الشبهات بزاف على موضوع الذبيحة السرية. أنا شفت بك لازلتم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب حي تيبغل.
إذن صبيح كان شفت بيت الجمعة مباشرة في مدينة الطاويرة من قلب أحد أشهر أحياء الشعب. إلى هنا.